باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهلا بيكم في برنامج ببساطة، وهنبتدي سلسلة جديدة بعد ما خدنا سلسلة الكلام مع الله والكلام مع الشيطان والكلام مع الناس. هنبتدي حاجة اسمها جديدة شوية، الكلام عن الناس. اسمها السلسلة دي سلسلة جديدة اسمها الكلام عن الناس. والنهاردة في حلقتنا الأولى هتبقى مقدمة يعني إيه الكلام عن الناس، وهنبتدي ناخد النقط بتاعتها بالتدريج كل يوم 5 دقايق زي ما احنا متعودين. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة إيه أشكال الكلام عن الناس؟ إيه أشكال الكلام عن الناس؟ يبقى عنوان حلقتنا النهاردة أشكال الكلام عن الناس. الشكل الأولاني هو المديح، إن إحنا بنجيب سيرة واحد وبنمدحه، بنتكلم على الأنبا فلان، أبونا فلان، المجتهد في خدمته، الخادم فلاني النشيط، فده اسمه كلام عن الآخر في غيابه بالمديح. وده في حد ذاته مش خطية، إحنا بنتكلم على إنسان بالخير مش خطية. بس بين قوسين كده هقول لكم على تحذير، الآباء علموهولنا علشان في حاجة اسمها حسد الشياطين مش حسد الناس، ما فيش حاجة اسمها في المسيحية حسد الناس، لكن في حسد الشيطان. فعشان كده دايما لما بنتكلم على إنسان بالمديح تلاقي الحس القبطي في بيوتنا يقول لك ارشم الصليب وانت بتتكلم عنه، قول ربنا يحافظ عليه، قول ربنا يديله نعمة، ما تتكلمش كتير عن أخوك لحسن الشياطين تقوم عليه. الحقيقة الحس ده حس أنا بحترمه وبحبه قوي، حس شعبي كنسي موجود عندنا، إن إحنا لما بنتكلم على إنسان بنمدحه إحنا دايما بننسب المجد لربنا. فحتى لو هنتكلم على أبونا ونقول يا سلام أبونا ده نشيط، نقولها بقى بصورة تانية، نقول إزاي يا سلام قد إيه ربنا بيحبنا وبنعمته بعت لنا أبونا فلان ربنا يحافظ عليه. فحتى المديح ما يبقاش مديح مجرد كده، إحنا لا ناس بتوع سياسة ولا بتوع مناصب ولا بتوع انتخابات وكراسي، إحنا ناس ماشيين جنب الحيط لأن كلنا غلابة. لكن كلام المديح مش غلط، أو كلام مدح الآخر في غيابه مش غلط، طالما إن بنقول ربنا يحافظ عليه، ربنا مديله نعمة، فبننسب المجد لمين؟ لله وليس للإنسان. بس طبعا مش هي دي السلسلة اللي أنا أقصد أتكلم فيها، بس قلت إيه أنواع الكلام، فقلنا المديح. نمرة 2 حاجة اسمها النم. النم دي بقى بتاعت اللخبطة والعك واللكلكة والعكارة بقى. كلمة نم يعني إيه؟ إن إحنا جايبين سيرته، قد تكون في قعدة كلها من بره شكلها ضحك وما غلطناش في حاجة خالص، بس الكلام مش لطيف قوي، ما فيهوش إدانة واضحة لكن فيها إدانة مستترة، يعني اسمها الإدانة بالتلميح. أقول لكم زي إيه؟ يا جماعة أنتوا خرجتوا 5؟ آه خرجنا 5. وفلان سامح يا ترى دفع حسابه؟ وأروح ضاحك. طب معناها إيه؟ معناها إن سامح ده بخيل ودايما يخرج ياكل من أطباق الناس بس عمره ما بيطلب ولا عمره بيدفع. او دايما يقول انا نسيت فلوسي، ما انا بقى بلمح وفلان دفع بقى، وبعدين واحد يقول لي اه دفع ولا غريبه. انتوا خدتوا بالكم دي اسمها ايه؟ نميمه. فلانه فكت خطوبتها، فلانه فكت خطوبتها، فواحده تقول انا ما اتصدمتش انا كنت متوقعاها. ليه بندي نفسنا الحق ان احنا نتكلم عن الناس؟ فالنميمه دي احد الصور البايخه قوي للكلام. اختها بقى الادانه، الادانه بقى مش معناها بلمح، لا الادانه انا بصدر حكم بقول سامح ده انسان بخيل ما يتعاشرش. كلمه بخيل غير لما بقول هو يا ترى دفع حسابه. بس النميمه والادانه توائم، وعاده اللي بيقع في النميمه بيقع في الادانه. حاجه كمان من الكلام عن الاخر اسمها التشهير. التشهير بقى ده أسوأ من كل اللي فات. التشهير إن أنا
عرفت حدث عن واحد فبدل ما أسطر عليه فضحته، يبقى التشهير هو الفضح. اسكتوا اسكتوا، عارفين فلان الفلاني اللي الناس بتصلي وراه؟ تعالوا احكي لكم بقى ده ايه، ده كيت وكيت 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 ولسه وما كان اعظم. ايه ده ايه ده، ده القديس يوسف النجار لما عرف ان في بيته عذراء وحامل لم يرد ان يشهرها، ما حبش يشهر بيها، فاراد ان يخليها سر. لها روح يا بنت الناس انا ماليش دعوه بيكي، لولا الملاك ظهر له بعد كده. لكن دي من أسوأ الأمور، إن إحنا بقى مش ندين، ده إحنا نشهر بأخلاق واحد. إيه ده؟ أمال الستر مين يعمله إذا ما كناش إحنا نستر على الإنسان الخاطي ونشهر بيه؟ آخر نوع في دقيقة واحدة عشان وقتنا خلص، من أسوأ أنواع الكلام عن الآخر حاجة اسمها التسخين، التقويم. عارفين يعني إيه؟ واحدة تقول لي وإنت هتسكت له؟ واحدة تقول لجوزها إيه؟ يعني أختها قالت لها كلمتين بايخين، تقول هو أنا متجوزة راجل ولا مش متجوزة راجل؟ دي مصيبة، دي مصيبة. ما أنت لو راجل ارفع السماعة وبهدل أختك اللي بهدلتني. هو إذا ما كنتش أنت راجل وتجيب لي كرامتي، مين اللي يجيب لي كرامتي؟ واخدين بالكم السم في العسل؟ مصيبة مصيبة. التقويم، إن الأم مثلا تقوم الأب على أولاده وبعد ما يعاقبهم تعيط وتقول ليه بس عملت كده. أنا مش وقتنا ان نتكلم عن الكلام ده كله، بس انا بقول لكم دي انواع كمقدمه من انواع الكلام عن الاخر. يا اما هتكون مديح وده قلنا نقول باسم الصليب جنبها، يا اما هيكون يا نميمه يا ادانه يا تشهير يا تقويم. الموضوع هناخده ان شاء الله من بكره حته حته، نكمل بكره على خير. لالهنا المجد، امين.